لتسليط الضوء أكثر على العلاقات الليبية التونسية في ظل انتقال ليبيا لمرحلة البناء بعد المصالحة بين أطراف النزاع، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناشط والمحلل السياسي التونسي الأستاذ زياد مخلى. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. زيارة الرئيس التونسي قيس بن سعيد رصدت محاولاته بناء جسور الثقة مع الحكومة التونسية الجديدة، ما حظوظ الرجل في ذلك رغم مواقفه من أزمة ليبيا وحكومتها الشرعية منذ أشهر؟ نعم، تحية لك ولمستمعك. القضية هو الأفضل نتحدث عن حظوظ الدولة التونسية. لا شك أن زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة مثلت زيارة مهمة من حيث التوقيت ومن حيث الرسائل، على برغم أنه طبعا المقدمات لم تكن إيجابية بشكل كافي، خاصة في الفترة الماضية، وموقف رئاسة الجمهورية مما يحدث في ليبيا، وكثير من التونسيين يواجهون لوما لاذعا لرئاسة الجمهورية على المستوى الدبلوماسي ككل، وخاصة في علاقة بالملف الليبي باعتبار تونس معنية بشكل مباشر فيه. أتوقع أن الزيارة خففت بشكل كبير بعض المخاوف التي ممكن كانت عند الليبيين من حيث صدقية وتوجه الدبلوماسية التونسية في علاقة بالحالة الليبية، خاصة في إطار التطورات التي حصلت فيها. وأظن أن رئاسة الجمهورية كذلك إن كانت صادقة في مسعاها قد فتحت الطريق بشكل جيد لرئاسة الحكومة أو للحكومة التونسية حتى تستفيد من هذه الزيارة وتترجمها إلى مشاريع مشتركة بين البلدين. يتوقف الأمر طبعا على التفاهم بين رئيس الجمهورية وباقي مؤسسات الدولة على أثر رئاسة الحكومة في تونس. للأسف المعطيات والوقائع الآن في تونس لا تساعد بشكل كبير جدا على استثمار هذه الزيارة باعتبار تعطل العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، خاصة الممثلة في المشيشي. فالخشية الحقيقية تتعلق بقدرة الدولة التونسية ومؤسساتها في استثمار هذه الزيارة وفي استتباع هذه الزيارة بمشاريع حقيقية تعود بالفائدة على الجانبين وخاصة التونس. على المستوى الشعبي ومع وجود عمالة تونسية كبيرة في ليبيا، هل يمكن أن تحل الدبلوماسية الشعبية أو أن تحل عفوا الدبلوماسية الشعبية محل الدور الرسمي التونسي برأيك؟ نعم، هذا أحد أهم المنافذ أو أهم المخارج التي يمكن أن تمثل فرصة لكثير من الحرفيين ومن رجال الأعمال ومن كذلك الكفاءات التونسية للعودة للأراضي الليبية، خاصة مع استتباب الاستقرار ومع عودة الحياة الطبيعية لطبيعتها. وكما تعلمون تونس تربطها وثائق كبيرة جدا بليبيا في بعدها الاجتماعي، في بعدها الثقافي، وخاصة في بعدها الاقتصادي. وليبيا كانت تستقبل الآلاف من اليد العاملة التونسية، وتوقع أنه عودة الحياة إلى طبيعتها في ليبيا ستشجع الكثير من المستثمرين التونسيين والكثير من اليد العاملة كذلك من أجل الذهاب إلى ليبيا والاستثمار هناك أو العمل هناك. وبالتالي على هذا المستوى نعم، الدبلوماسية الشعبية قد تعوض إلى حد بعيد ممكن ضعف الأداء مؤسسات الدولة وضعف الدبلوماسية التونسية في هذا الصدد. طيب، في هذا الإطار أستاذ زياد أبو مخلى، إلى أي مدى يعني ترى أن الدبلوماسية التونسية لديها الرؤية للتعامل مع الوضع الجديد في ليبيا، ومن ثم يكون لها نصيب في إعادة الإعمار المنتظرة في جارتها؟ دعنا نكون واضحين في هذا الصدد، تونس وصلت متأخرا إن صح التعبير في ليبيا، وتونس أفلتت الفرصة بين قوسين من بين يديها باعتبار أنها كانت المرشحة الأكثر من أجل أن تلعب دور توفيقي في الصراع الليبي، وكان بإمكان الدبلوماسية التونسية وهي مقبولة من الجميع في وقت من الأوقات أن تكون لها دور استثنائي، وبالتالي استثمار هذا بعد ذلك لمصلحة الشعبين ومصلحة الدولتين. الدبلوماسية التونسية وصلت متأخر، ومن يصل متأخر لا شك أنه حجم النتائج التي سيجنيها لن تكون بحجم من كان فاعلا منذ البداية، ولكن مع هذا فرصة التدارك ممكنة، خاصة إذا عالجنا الأزمة السياسية التي تعيشها تونس. لأن المشكل أنه حتى الوضع العام الذي تعيشه البلاد والأزمة التي تشقها بين مختلف مؤسساتها لا تسمح باستثمار أي جهد دبلوماسي مهما كانت قيمته. فهناك شرط داخلي يجب أن يتوفر في المرحلة القادمة، هو الاستقرار السياسي الداخلي وأن يكون هناك سياسة دبلوماسية واضحة يشارك فيها الجميع، وبالتالي يمكن أن نستفيد في هذا المستوى. أما بقاء الحالة التونسية على ما هي عليه اليوم مع حالة التضارب في المصالح بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة على وجه الخصوص لن يسمح باستثمار يعني الوضع في ليبيا ولا حتى أي أوضاع أخرى يعني على مستوى المنطقة. نعم، من إسطنبول الناشط والمحلل السياسي الأستاذ زياد بمخلى، شكرا جزيلا لك.